قررت انسحب لان حسيت بديت اخسر نفسي. مشينا وقعدينا من غير اهالينا ولا حد بيسال فينا. الله الله على الحرية. الله. قررت انسحب لان حسيت بديت اخسر نفسي وبديت اسوي اشياء ما تشبهني. الصراعات اللي قاعده تصير في البرنامج صارت ما تشبهني، خفت انها تاخذني لمرحله انا مش حابه اني اوصلها، فتغير شوي من مبادئي. قررت الانسحاب عشان سلامتي انا الذهنيه والفكريه صراحه والنفسيه. كان قرار صعب بالنسبه لي كثير، خاصه حسيت كنت كبش في ده المجموعات انا ماليش كان ليها دخل. بكيت بعد ما طلعت، بكيت لان من القهره حرفيا زي ما بيقولوا. كان ممكن اكمل، كان ممكن اوصل لمرحله احسن من اللي انا طلعت منها، بس للاسف مش كل واحد بياخد اللي هو عايزه. ان سبب مغادره ديالي هو سبب مهم جدا في حياتي، وانني توحشت مرتي بزاف، وان شاء الله تولد من هنا لواحد شويه، نقولوا الشهر الجاي. نبغي نشوف ولدي نهزو في يديا، واخا مال الدنيا ما يعوضش ليا هذا الاحساس هذا، وكنشكر الله على هذه النعمه اللي عطاني. التجربة علمتني إن أنا أكون عندي صبر أكتر، إن أنا أستوعب كل الناس بكل عقلياتها بكل تفكيرها. هذه التجربة علمتني الصبر، وعلمتني نكون قانوع بأي حاجة أعطاني الله سبحانه وتعالى، علمتني نقتنع بأي حاجة صغير ولا كبير نكون مقتنع به، وعلمتني ما نثق في حتى شي واحد ثقة عمياء. في ناس بتحط وش بلاستيك كده بتطلع بيه، وانا صدقتهم للاسف، يعني انا وقعت في الفخ بتاعهم وصدقتهم. تعلمت ان انا كيف اتحكم باعصابي في اكثر وقت ممكن انفجر فيه واسوي فيه مشكله كبيره. والنقطه الاهم اني انا عارفه انه في صفاء ثانيه راح تطلع من بعد ارض المليون. البيئه اللي انا كنت فيه وعشت فيه بعشر ايام 11 يوم عشت فيه وتقبلت وتقبلت الناس بكل عيوبهم. انا كنت احس ان بالي مو طويل، بس فعلا انا بالي طويل. ما توقعت انه انا يوم من الايام راح اقابل ناس من مختلف دول العالم العربي واشوف منهم الصالح والباطل. بصراحه تعلمت درس قيم في حياتي. ارض المليون ورتني ارض الارواح والنفوس. التجربه خلتني يعني اكبر 10 سنوات صراحه، يعني الخبره اللي جتني من حولي، يعني تعرفت على ناس عندهم يعني عندهم خبره بهذه الحياه، فالشيء ذا فادني مره. ذكريات اللي راح اخذها من ارض المليون هم اللي داخل ارض المليون، هم الناس صراحه. احسن حاجه عندي هنا في ارض المليون هي التجمع اللي كنت كنديره مع الجروب ديالي، منين كانوا كينصحوني وكيفيدوني من الخبره ديالهم في الحياه. الذكريات الحلوه اللي طلعت بيها منها، طلعت بناس ونعم الناس، يعني فريق بقلب بجدة كانوا ونعمل أهل حرفياً، يعني إحنا نحس نفسنا عندنا أم وأخوة وخوات. أنا حاملة ذكريات كتيرة جداً من هناك. أكلت أكل كتير بطريقة أول مرة أجربها في حياتي. أنا أول مرة أكل الكيوي بقشره، أول مرة أحط قشر برتقان في الرز وأكله، أول مرة ما نرميش قشر البطاطس، بناخده نقليه في الزيت ونعمله تشيبس. واحنا قاعدين بنتغني وكل واحد حسب صوته حلو او وحش عمال بيغني وخلاص، واحنا قاعدين بنضحك ضحكه حلوه وصافيه من قلبنا بجد. واحنا قاعدين بالليل بنحاول نجمع الناس اللي بتخاف من الضلمه ونقعد مع بعض. في ذكريات حلوه قوي انا طالعه بيها.